قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة خاصة من لبنان لمناسبة عيد تل لومير 33، وقد استضاف البرنامج الأب الياس كرم والأب مجدي العلاوي، حيث تمحورت الحلقة حول دور فضائية نورسات في نشر الإيمان المسيحي والفضائل الكثيرة التي تجملت بها أمنا العذراء وخدمتها النقية للكنيسة ورعيتها. طبعا نحن بنتمنى لها الفضائية من عمر يسوع المسيح 33 سنة هذا العام، إنها تستمر تقود هالناس لكلمة الله، تتوعي الناس على معرفة ربنا ويسوع المسيح من خلال الأشخاص اللي عم بماشين مع نورسات، عم بيدعموا هالقناة، إن كان مانحين، إن كان بيكتبوا، إن كان من المعدين، إن كان المصورين، إن كان المحررين. فهالعائلة الكبيرة اللي عم تنقل هذا النور وهي البشرة لكل هاي لكل العالم، منحييهم طبعا، متمنى لهم عيد مبارك يا رب، الفضائية تستمر وتضل كمان وكمان 33 سنة وكمان 33 سنة، وتضل هتدوم لأجيال وأجيال، مثل ما تحدث مسيو جاك في أحد مقابلاته إنه نورسات هي هدية لهالبشرية من هاي الأجيال، وبضلها تنتقل من جيل لجيل ومن الجيل اللي بعد هالجيل كمان. فإن شاء الله مستمرين بهالأشخاص اللي كمان مع النورسات اللي عم بيدعموا بيشاركوا واللي بيحضروا واللي بيستفيدوا، يعني زي ما بقولوا شخص واحد تائب يعود إلى حضيرة الرب، هذه عمل نورسات إنها ترجع شعب الله. دائما بواجب الاستهاء حقا نغبط والدة الإله الدائمة الطوبة البريئة من كل العيوب أم إلهنا. فإذا مكانة والدة الإله بالكنيسة هي مكانة كبيرة عظيمة جدا، تستحق الإكرام طبعاً 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 والتقديس. يعني يا والدة الإله إذ قد لجأنا تحت كنف تحننك، فلا تعرضي عن توسلاتنا في الضيقات، بل نجينا من الشدائد أيتها النقية المباركة وحدك. تشفعي إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. إذن مثل ما الإنسان ما بيستغني عن أمه، لا أنت بلبنان أهلا وسهلا فيك، مبسطنا وهم فعل الروح القدس مدام باسمة إنه أنا ألتقي فيك، إنه كنا نشوف بعضنا على الشاشة، إنه ربنا دبر مبارح بنعمة الروح القدس بيقول إنه اليوم أنا أكون ضيفك بهالحلقة لنضوي على هالعيد المبارك، عيد تل لومير، اللي هو عيد أنا عائلتي عائلتي الثانية بعتبرها يعني. فهذا نعمة الروح القدس، وكيف إذا كانت بشفاعة العذراء مريم، هذا كله مبارك. مبارك صح. سألت الأبونا أي من الفضائل مريم العذراء أنت أكثر فضيلة تقتدي بها؟ يعني هذا سؤال دي وجهه لك، أي من فضائلها تقتدي فيه؟ هلا كثيرة فضائلها، لكن في فضيلة بتخصك هيك بتحس إنه الخدمة. الخدمة كنت تصغي. نعم، يعني إذا لاحظتوا يعني نحن اليوم بدنا نتدخل، بعتذر أولى بكهن الرعية، الكل بده يتدخلوا. نعم، وكل بده يمشوا عزون، هذا الاسم المشي وهذا الاسم وهذا الاسم. مريم العذراء ما تدخلت مع الرسل. نعم، كانت تحبهم، وعلى الصليب يسوع قال لها هيدا ابنك ويوحنا هي امك. نعم، يعني هالطاعة الكلية للكنيسة، هالطاعة الكلية لكلمة النعم اللي قتلها الله. نعم، هالحب يلي حب طفل ميت، هذا الحب يلي ما رح تستشير وتسأل إذا أهله وقريب والناس، مثل ما نحن اليوم إذا بروح ابننا على الجامعة بيسأل بيه وخيه وعمه ورفيقه وبيسأل معلمته إذا الخير، رح قالت نعم للخير العام للعالم. نعم، كله للكون كله سوا. نعم، ف كتير صعب اليوم بعالمنا انه نصغي. نعم، إيه انه نخدم. والإله تخدم نسبة إليصابات. نعم، يعني. نعم، وإليصابات هي يعني الهدف من مريم زيارتها مش انه اليوم تتعلمنا، إليصابات ما بدها من يخدمها، عند جوزها في يجيب كل بيساعدوه بالكنيسة بالخدم معه، بس الهدف من زيارتها كيف نزور بعضنا اليوم. نعم،